اهلا بيكم في قناه ميمي تاروت. اختار كارت او حجر وهقولك ايه الرساله اللي انت محتاج تسمعها دلوقتي. الطاقه الزمنيه للفيديو مفتوحه من اي توقيت يوصلك فيه الفيديو ده. حروف اسمك انت هتكون موجوده بصندوق الوصف باليوتيوب تحت الشاشه. معانا 3 مجموعات، ممكن تختار اي حجر من الاحجار اللي قدامك. حجر الذهب او الاحمر او الازرق. انت في الوقت الحالي مهتم اكتر بان انت تحافظ على الشكل الاجتماعي والعادات والتقاليد. في الطاقة دي انت مش هتسمح لاي حد يتواصل معاك او يتكلم معاك، مثلا كشخص كأنه بيحبك بس هو في نفس الوقت عايز معاك صداقة. انت ما عندكش المبدأ ده، مش مقبول في حياتك في الوقت الحالي. كمان خلال الطاقة دي ممكن يجي لك ناس كتيرة قوي تطلب منك يعني استشارة، او يطلبوا منك انهم عايزين منك خدمة او حاجة. لو انت شخص مثلا بتشتغل في الطب النفسي او الكوتشنج او قارئ طارو او حاجة زي كده، معناها ان الفترة دي هيكون في عليك طلب كتير، ناس كتير هتيجي تطلب منك يعني خدمة، او هيطلبوا منك القيمة اللي انت بتقدمها للافراد دولت. جبت لكم رسالة من الباس لايف. انت ممكن تكون من الاشخاص المنجذبين قوي للحضارة الاسيوية، ممكن تكون بتلاقي نفسك تنجذب لكوريا او الصين او اليابان او الهند او ما الى ذلك، الى بلاد اسيا تقريبا. فربما انت عشت احدى الحيوات السابقة هناك. تفائل الفترة دي وتحلى بالقوة والشجاعة، لان في امور كتيرة قوي هتوضح بالنسبة لك خلال الفترة القريبة. رقم 7 ممكن يكون من ضمن الارقام اللي بتتكرر معاك كتير قوي. اصحاب المجموعة دي انا عايز اقولك اختار مجموعة تانية، بس ما عرفش السبب، بس فعلا خد مجموعة كمان، ربما تجد رسائل اخرى انت بحاجة لسماعها. هو البرج الوحيد اللي ظهر هنا معنا هو برج الثور، والارقام الطاقية معاكو 5 او 7، بس انتوا بتشوفوا رقم 7 كتير قوي. شكرا ليكم، وننتقل للمجموعة التانية. اهلا بيكم اصحاب الاختيار التاني. انت ممكن تكون زعلان، متضايق، في حاجة مضايقك بينك وبين نفسك، ربما تشعر بالالم او بالندم. حاسة ان الطاقة دي المشاعر بتاعتك انت قافل على نفسك شوية، يعني مش بتقول لحد ان انت زعلان، او محدش اصلا عارف ان انت متضايق، يعني كأنك بتبكي بس محدش عارف ان انت بتبكي، كأنك حاسس بالوحدة بس كل في ناس حواليك، في اسرة، في عيلة، في اصدقاء، بس مش قادر تحس ان انت مندمج في وسط الناس دي. اصحاب المجموعة دي الفترة دي قد يكون جالك بعض التذكر لبعض الامور المتعلقة بطفولتك، اما طفولتك فعلا في هذه الحياة، او مواقف تعرضت ليها في طفولتك في حياتك السابقة، وافتكرت ان ممكن ده هلاوس او ما الى ذلك. هي هنا سيجالك فلاش باك كده للمعاناة اللي انت مريت بها لما كنت طفلة في احدى الحيوات السابقة. لا تقلق، الطاقة اللي انت فيها او الضيق او الخنقة دي مش هتستمر كتير، لانه ان شاء الله جاي لك القدرة على التغلب على المشاكل والتغلب على التحديات او الصعوبات. ممكن يكون بيتكرر معاك رقم 5 كتير قوي، واستعد فعلا للتغيير، واستعد كمان للتغيير في الحالة الاجتماعية بتاعتك. اوكي، سواء كنت عازب او كنت متزوج، اصحاب المجموعه دي في تغيير هيحصل في الطاقه العاطفيه الاجتماعيه الاسريه. فممكن تبقى عازب ترتبط، ممكن تبقى مرتبط تقرر الانفصال لا قدر الله. شكرا ليكم. اهلا بيكم اصحاب المجموعه الثالثه. الطاقه بتاعتك الحاليه انت بتجذب اليك شخص من الماضي، ممكن تكون بتتصل بقوه جدا مع توأم روحه، قد تكون قابلته او بتقابله خلال الايام او الفترات اللي جايه. لو انت عندك خوف من الانتقال او السفر، فربما الخوف ده منقول ليك من حياه سابقه، جايز تكون كنت بتنتقل او بتسافر كتير قوي، ومن كتر السفر والانتقالات يمكن تكون تعرضت زي التجربه فيها حادث او فيها شيء اليم، فعندك فجع او خوف من السفر او من الانتقال. فلو انت مثلا عندك سفريه مفروض تروح تركب الطائره بس خايف، فهنا لو الموضوع معاك متازم ارجع لحد يعمل معاك past life regression، جلسة الاسترجاع بالعمر، ويقدر ان هو يوصلك لحياتك السابقة او سجل الاكاش، وتعمل علاج للجزء ده، او يعني تنويم مغناطيسي او طب نفسي لو الموضوع معك متأزم قوي. رقمك الطاقي هنا 4، وانت بحاجة للتحلي بالقوة والشجاعة وتكسر الخوف، تكسر القلق اللي جواك ده. ولو انت في حد في بالك بتقول ترى اكلمه ولا لا، اعترف له ولا لا، اقول مشاعري ولا لا، عبر عن اللي جواك واعترف بالمشاعر بتاعتك. انت مش خسران حاجة، الحياة قصيرة فعيشها زي ما انت عايز،
وعيشها بالطريقة اللي ترضي قلبك وعقلك وروحك. ممكن تكونوا انتوا برج العقرب، اوكي. رقمكم الطاقي هو 4، بس خدوا معاكم الارقام دي كمان، انتوا 4 و6 و10 ماشي. واعتقد ان الناس اللي هنا هم نفسهم اللي كانوا معنا في المجموعة الاولى. شكرا ليكم، والى لقاء فيديو جديد. اشتركوا في القناة، فعلوا زر التنبيهات. باي باي.